في المرحلة المتوسطة حدث الجلل الأكبر، الغزو الصدامي للكويت وحرب الخليج. بالنسبة لأبناء المنطقة كان الحدث مريع جدا بحكم الاحتكاك بالأحداث. في أول أيام الغزو تم استضافة العوائل الكويتية في المدارس اللي تم تأهيلها لتكون شقق صغيرة. هناك مررت بأول تجربة تطوعية في حياتي حين انتقلت لسكن في المدرسة للقيام بمتطلبات الأسر. كان شعور الأسرة الواحدة يملأني بالامتنان، كنت صغيرا وقتها، لكن الحدث جعلنا نكبر فجأة. لأول مرة رأيت كيف أن حدث سياسي ممكن أن يقلب كيان المجتمع بأكمله. عندما انتهت حرب الخليج كانت آثارها عميقة. من جهة هي سببت ضغط شديد على مشاريع التنمية، الجماعات المتطرفة في أنحاء العالم بدأت تشكل خطابا معاديا للمملكة، لكن بالنسبة لي كان الأثر الأكبر اللي لامسني هو بقعة الزيت والتلوث اللي أصاب الخليج واللي لوثت مياه البحر. فتوقفنا عن هوايتنا العائلية الأسبوعية حين كنا نذهب للبحر. كان الابتعاد عن البحر هو أول جروح الذاكرة. في المرحلة المتوسطة كنت نوعا ما متفوق دراسيا بسبب التأسيس القوي، فبدأت أذهب لما وراء المنهج، وهناك تعرفت على الأستاذ هيثم اللي بدأ يزرع في حب الأدب والنصوص الأدبية القديمة. شيئا فشيئا بدأت أقرأ كتب هي خارج المنهج في كليلة ودمنة. قصص العرب القديمة، بعض الروايات، قرأت الشاعر المنفلوطي، وبسبب هالقراءة بدأت مفرداتي تتطور. ومو بس أنه بدأت أقرأ، وإنما وجدت نفسي أحب ذلك الباب، ذلك الفن، وصار عندي نوع من الانفصام. هل أتجه للدراسة العلمية ولا أروح للدراسة الأدبية؟ العلمية بحكم أني متفوق دراسيا فكان هو الخيار التقليدي والدارج، لكني فعلا وجدت رغبة في الاهتمام بالفنون والأدب. ظلت هذه الرغبة كامنة، لم أكن أعلم أنها ستتأجج فيما بعد. المرحلة الثانوية كانت تماماً بعد حرب الخليج وتحرير الكويت، فعشت تقلبات الانفتاح الاقتصادي وسقوط منظومة الاتحاد السوفيتي وانهيار الخطاب اليساري. ومع ذلك كان هناك مرحلة التقشف الاقتصادي، فنشأ الجيل حقنا اللي لم يتمتع خلال نشأته بأي من المنافع المعنوية اللي توفرت لمن سبقه، ولا بالترف المادي اللي جاء بعده. الجيل اللي دفع ثمن الخيارات الثقافية الخاطئة لمن سبقه، ودفع تضحيات من أفراده بالإرهاب ليقدم موعظة وطنية يستفيد منها اللاحقون.